ما أجمله قلب يحمل هم أخي في العسر له يسر في الحزن يواسي كن عونا للناس دوما شغلة البروجكت او الورد جميل
الجوكس اللي انت هتستخدمها وشارك كل واحد فيها هي ايه وزي بتركبهم ما بينهم وما بين بعض. هتستخدم هنا الاف كونديشن الناس البروجرامرز عارفين، فانت هشرح لك ايه الاف وازاي تستخدمها. جميل ده الكود تعمله داونلود بس تعمله طبعا محدود عشان على الكوردينو على السبارك استخدم الكابتن. توصله وتعمله اوكي. الموضوع سهل جدا مش اي حاجه، جاست ان انت لو هتجيبه سهل ان انت تتابع معاه. هتيجي تقول والله انا النهارده خدت الدرس الفلاني بكره هاخد الدرس اللي بعده، تبتدي تخلص لحد ما نخلص الايزي خالص، بعد كده تخش في الميديم. تخش في الميديم وهكذا تبتدي معاه من افضل اللوجوز التعليميه اللي تقدر تجيبها كلها. لو ان شاء الله دي فتره حلوه ولا ما تغيرش في اي حاجه ولا تغير في اي حاجه. هو زي ما هو كده، لو في كومبوننت واحده بس بتتركب وانت هتستخدمها ما تبقاش محتاجها اللي هي البلوتوث. فكيف فيه لو انت هتوصله بالموبايل وتشغله على الموبايل. انما في الاغلب يعني هو ما فيش اي تاني. سهل جدا في البطاريه بتاعته هنا. البطاريه هو ده مش منزلين منه تشارجر خلاص. و ماشي لو انت عندك تشارجر بدل تستخدم حاجه ده سباركي مناسب جدا ان هو يعدي الاولاد من سن 7 ل 9 خلاص. واخوه ماك بلوك ميك بلوك بيك بلوك ده برضه نفس الفكره، بس بيك بلوك بيستخدم شويه تركيب محتاج في تركيب شويه، لكن سباركي بيعلمك بروجرامنج وروبوتكس البيزكس بدون اي تركيب. طيب الاولاد كبروا شويه معانا نعمل ايه؟ عايزينهم يركبوا ويتيك، عايزينهم يركبوا ياخدوا سكيلز ازاي اركب بيه، بس انا مش هخليه يركب بايده الكترونكس في الاول، هيركب بايده كيتس معموله عشان خاطر الاولاد يتعلموا فيها تركيب الروبوت او الاستراكشر بتاع الروبوت شكله عامل ازاي. المدارس فعلا المعامل موجوده حاليا كده مثلا المدارس بره او كده بره بيعلم في المدارس الكلام ده خلاص. انا انصح ان انت تتبع عندك في البيت حاجتين، او يكون مثلا اثنين او ثلاثه من الاهل متفقين وجايبين كده خلاص. والكيت ديت كل اسبوع عند حد نهايه في نهايه بتشتغل حاجه في تريننج سنترز متنازله ممكن الليجو مايند ستور خلاص دي من اشهر الكيتس. الليجو عمل كيت تعليم الروبوتكس كيت فيها 600 قطعه ممتازه جدا بتعلم الاولاد اشكال كتيره من الروبوتس خلاص. في ارخص منها شويه اللي هي الفيكس ماشي ارخص شويه يعني مش احسن، بس يعني مصر مثلا حتى لو فيها الفيكس مشهوره قوي ليها مسميات وبتاع وكده حلوه جدا. ليه ارخص كمية تشتري. هنا في السعودية لا اللي هو أشهر خلاص؟ والاثنين ليهم نفس الرقم. تمام؟ بنصح برضه عارفين السناب سيركت؟ السناب سيركت للأسف كده ما أعرفش أجيبها معايا لأن هي ما كانتش موجودة عندي كده عند زميل يعني خلاص؟ طيب خلينا واحدة واحدة كده الأول أفتح لكم الأبلكيشن بتاع اللي هو. ده يا جماعه ليه؟ ده احد الاشكال اللي متركبه هو تقدر تشكل بيه اشكال ناري مني. عدد فعلا مني ايه من الاشكال؟ 500 قطعه فانت براحتك. ايه؟ الليجو النسخه دي $400 او $450 اه يعني ممكن تجيبوا
هو عمل المستقبل خمس اشكال رئيسيين وكل شكل بيتعمل جواه خمسه مشروعات خلاص؟ هي نفس الكت مش هنغير حاجه خلاص؟ بس هنفك ونفكر مره تعمل ده 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 انا بقول لك يعني المنيو والاستخدام انت ينفع تكتب على ده كود ينفع تكتب عليه عن طريق البروكس يعني استخداماته كتير جدا بس هو بس ان هو ربط بالشكل يعني تقدر بالظبط هي سيت واحده حاجه واحده بس سيت واحده وتقدر تشكل بيها اللي انت عايزه بس اهم حاجه انك تطلع منتشر بالظبط كده. تمام مسكوني طبعا. ايوه انا لسه كنت بتكلم عن الفرنس دلوقتي بعد اذن حضرتك. اتفضل. ان في كمان شركه ليجو ذات نفسها من الاولاد بتعمل اللي هي البرودكت بتاعتها بلاستيك. فبرضه يفضل الاولاد يكون ليها احساس عن البرودكت دي حتى لو قدر الروبوت سواء. التركيب العادي. عمليه الفك والتركيب على مش الكترونكس بس على الحاجات اللي البلاستيك ذات نفسها برضه هتفرق معاها في الاولمس دي. بالظبط. تعالى مثلا عندنا هنا خمسه ميشن كل ميشن هتلاقيه بهيد مختلف طبعا في ده هو بيخليه يضرب اوفر فاهم انا بشغل الديجو باجي مثلا اختار اول ميشن لما تيجي تختار اول ميشن هو بيشرح لك المفروض الميشن دي هيشرح فيها فيديو جميل بعد كده يجي يقول لك تعالى نركبها سوا عايز تعمل الشكل ده تعالى نركبه خطوه خطوه الابلكيشن ده كان شغال مشكله عندك الكتله تبتدي خطوه خطوه لحد ما تركب بالكامل الشكل بعد كده البروجرامينج بتاعه يقول لك والله ده الشكل النهائي اللي انت عايزه لو انت عايز تشغله على طول عادي خالص ممكن تربط الخطوه عن طريق التروس عادي خالص تنزلش طريق Thank you.
حلو بقى. وهكذا. فاني جدا للاولاد خلاص يبداوا يتعلموا فيه زي ما انت عايز. ينظر معاهم فتره طويله او ممكن تبقى غالي شويه بس يعني. جميل. فاحنا اول مرحله نسيب بيها الكورنر هو ايه الروبوت اللي بيتعامل معاه بالراحه خلاص. بعد كده تاني مرحله ان انا اجيب له روبوت فيه سنسورز جاهزه شايفها قدامه ويبتدي يعمل لها بروجرامينج ويبتدي يستخدمها واحده واحده ويبتدي يعرف فوائدها. المرحلة اللي بعدها هو يبتدي يركب روبوت من أوله خلاص ويبتدي يستخدم الكنس اللي موجودة في التركيب بتاع الروبوت. في المرحلة دي أنا ببقى عايز أعلمه بدايات الإلكترونكس خلاص عشان الفلوس مفهومة. طيب بيجي بعد كده أدفانسد شوية اللي هي مرحلة الأوردينو أو الريسبيرتو خلاص. اللي هو بيبتدي مش بيركب مكعبات، لا بيستخدم مايكرو كنترولر حقيقي في إن هو يوصل بيه يعرف الباور بيتوصل إزاي، يعرف الشبكة بيتوصل إزاي، يعرف الكارزما جراوند، يعرف السي خلاص. أبتدي أدخله شوية أكتر في مجال الإلكترونكس. الأوردينو دوت بيستخدم فعليا في البروتوتايبنج في الحقيقة. الشركة فعلا عايزة تعمل ريسيرش وعايز تعمل روبوت بشكل معين خلاص تستخدم الاوردينو ده. فانت بتقربه فعلا للريال لايف للحاجات اللي لما يعني هيحب يشتغل او يجيب فلوس هيستخدم. ده روبوت خلاص معمول بالاوردينو. الاوردينو هو عباره عن المايكرو كنترولر بتاع الشريحه دي خلاص. انت لما تطلبه عشان تعرف ما بتاخدش الشريحه بس. الشريحه مع شويه السنسورز والموتورز والحاجات اللي ممكن تستخدم. خلاص؟ في كيتس كبيره وكيتس صغيره وفي كيتس فيها كل سنسور وفي كيتس فيها اثنين ثلاثه. خلاص؟ تقدر ان انت تجمع الحاجات دي وتشوف ايه الحاجه المناسبه ليك. وتجيب له ايه؟ الاوردينو او الراسبري باي هو طبعا نفس القصه. ماشي؟ طبعا زي ما احنا شايفين هو هنا لازم يتعلم بقى يفك ويركب المستاك ويعرف والله ان هو ما بيدخلش حاجه غلط فما يحرقش البورده خلاص. يبتدي يعرف والله بقى مثلا ان دوت المفروض يبقى 9 فولت بس ما يزيدش عن كده والمواتير مش هتشتغل مثلا باقل من 3. يبتدي يخش شويه اكتر في الالكترونكس والروبوتكس. جميل. ايه؟ والله احنا دخلنا هندسه ما تعلمناش الكلام ده. حد عارف روبوتس في الكليه؟ المشكله كلها ان هو عالي شويه. هو بقى ده ممتاز، سؤال ممتاز. هو ده مالوش بريك. اللي البريك بيعمله هنا هو الشريحه بتاعته. خلاص؟ هما الاثنين بيقابلوا نفس الوقت، هما الاثنين المخ بتاعهم. اللي بيخلوه يتحرك، هما اللي بياخدوا انبوت من السنسور ويبعدوا المواتير. تمام؟ شويه بس مع طيب، اخر حاجه، اخر سلايد. هما ربنا يكرمك بيد ويكونوا عارفين الكلام ده كله. ماشي؟ ابتدي تدخلهم 3 دي بريتنج وكمبيوتر فيجن و ايه يعني طبعا في الفيديو بيندنج خلاص. كمبيوتر فيجن ان انا عايز اعرف الفيديو اللي بيجي لي دوت الكمبيوتر يفهم ايه اللي موجود خلاص. طبعا ده شويه ادفانسد حاجات ظريفه جدا فيه اللي هو اشهر مثال على الفيجن ده يا جماعه سائل مش هزار معاك. هو ده فيجن حقيقي هو بيصور مش بيدي صوره لعسكري يقراها، لا هو بعد ما يصور بيقرا النمره ويطلعها كرقم حروف ويفتح داتا بيز والقصه دي. وطبعا وما بعد سهل يعني كله مبني على حوار الفيجن بس. بالنسبه لموضوع الحزام برضه بيتاكل لوحده هي فيجن بس بقى مطبقه بجد ولا نظام اول ثلاثه اربعه. انما هي كده يعني اللي هو تويتر فيجن وسكرين فيجن اللي هو بيحلل الصوره عشان يطلع منها داتا معينه. وفيسبوك دلوقتي بقى عامل كتير قوي انت وصورت الناس اللي قاعده في المخدرات ممكن يقول له
عامل ولا عامل ده ابراهيم برضه من الحوارات اللي بتاعت الشغل في السيرش. Thank you.
لازم في اللحظه اللي عايز يطلع فيها الاشعاع بس. شايف هو بيتحرك اهو المثلث. ابتسم بقى. ايه الفكره؟ ان هو بيستخدم كمبيوتر فيجن ويتكت ان في وش قدامه، الوش ده ابتسم خلاص، وعلى هذا الاساس بياخد اكشن. اللعبه طبعا ده ممتاز جدا للاولاد عشان يعرفوا الكلام، بس يعني ايه؟ لسن ممكن من فوق ال 13 سنه يبتدوا يستخدموا حاجه زي كده. بس كده البرنامج حصل ولا هو اصلا جاي معاه؟ يعني الاولاد دلوقتي ده في تنفع تبرمج كل الكومبوننتس دي خلاص؟ وينفع تستخدم الكومبوننتس اللي موجوده؟ ده ما فيهوش هاردوير، ما بتركبش فيه حاجه خالص، هو جاي زي ما هو كده. حاجه تبقى في البرمجه. تقدر انت اصلا تعمل العاب تنزلها الناس كلها تستخدمها. يعني هو في الالعاب دي هو لسه قايلها دي، حد عملها يعني اوبن سورس على السايت بتاعهم بالظبط، هو بينزلها لك على يعني حتى الالعاب اللي بتلعب كده متجدده يعني. يعني مش هيقعد يلعب فيها اربع خمس لعبات لسه. هو بقى يبقى يلعب بالظبط، هو مره هيجرب اثنين ثلاثه اخذ النولج بتاعتها هيبتدي يعمل حاجه، هيبتدي هو يجرب هو بنفسه. بس هي ميزته ان انت بتحط تحتيه التكنولوجي يعني يجرب البلاتفورم هو بيشتغل. شايف اللي يكون جميعا ما قلتش نبدا ازاي؟ تبدا ازاي؟ عايز من الاول يعني. لا انا متاح الاسئله يعني، متاح الاول يعني. اول حاجه في اسئله هتعمل اللي هو التنظيم مع حضرتك ولا احنا بنشتغل في بيوتنا ولا لا؟ طبعا انا ناوي الموضوع اهو خلاص. وجيت بدل النولج المحاضره هي المحاضره فيها انا مش بكلم في اي حاجه بعد كده الا لو حد عايز حاجه يتصل بيا انا تحت امره في اي استشاره، لكن انا ماليش علاقه باي حاجه بعد كده. خلينا اول تجربتي عقبالي يعني خلي التجربه طيب عقبالي يا شباب خلاص. بس فانا عايز اقول لكم ان تبتدي تقدر معلش هو مش اخرواني ف تقدر تبتدي اونلاين، تقدر تبتدي الحاجات اللي انا قلتها لك فيها سواء في البروجرامنج سواء في الروبوتكس خلاص. انا حددت في كتبتي كده بالاعمار تقدر تشتغل تشوف فيها المحل اللي تشتغل معاك فيها خلاص. تقدر في اي وقت لو عايز اي استشاره تتصل انا تحت امرك برضه في اي وقت خلاص. لكن انا مش مسؤول عن الحاجه دي يا جماعه. لا دي في الاخر محاضره انت زي اللي زعلها وقال لك مش هروح في الاصدقاء. شكرا لكم. شكرا لكم.